أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهد مجد الجواد الابن الوحيد للفنانة السورية كاريس بشار بعدما أصبح شاب ويصبح حديث السوشيال ميديا في عيد ميلاده ومعلومات أخرى. أهلا بكم. احتفلت الفنانة السورية كاريس بشار بعيد ميلاد نجلها الوحيد مجد الجواد عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، ونشرت الفنانة كاريس بشار صورة تجمعها بابنها مجد عبر خاصيه الستوري رفقة طارق، كتبت فيه بالانجليزية ما معناه انت انه عيد ميلادك. وظهرت الفنانة كاريس بشار في احدث مشاركاتها عبر السوشيال ميديا رفقة نجلها مجد الذي ظهر في الصورة وقد أصبح شابا وسيما، وحظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداولها من قبل العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير. ولفت نجل الفنانة السورية كاريس بشار الشاب الأنظار بواسمته، فانهالت التعليقات التي تثني على جماله وتهنئه بعيد ميلاده، بينما تغزل آخرون بالفنانة كاريس بشار مشيرين إلى أنها تبدو أصغر منه سنا. ومما جاء في التعليقات: ما شاء الله مبين أخوها، شو هالمجد، إن شاء الله العمر كله يضل شمعة مضوية، حلو زي أمه. ومجد هو الابن الوحيد للفنانة السورية كاريس بشار من زيجتها الوحيدة من رجل الأعمال السوري شادي جواد الذي انفصلت عنه عام 2014. وفي وقت سابق تحدثت الفنانة كاريس بشار عن تجربة طلاقها ووصفت نفسها بالمحظوظة كونها انفصلت عن زوجها بهدوء ودون عداوة، وكان هناك تفاهما من جانبه، موضحا أن علاقتهما جيدة للغاية، لكن تواجدهما في بيت واحد لم يكن في صالح أي منهما، فاتفقا على الانفصال بالتراضي من أجل مصلحة ابنهما الوحيد. وأكدت أن الإقدام على خطوة الطلاق لم يكن سهلا، وقد تطلب الأمر منها التفكير لمدة 5 سنوات، مؤكدة أنها لطالما حلمت بأن يكون لديها عائلة وحياة مستقرة. وأضافت الفنانة كاريس بشار أنها حرصت على أن تحتفظ بطليقها كصديق مقرب، ووصفته بالسند، مشيرة إلى أن من أسعد لحظات حياتها يوم أن رزق بطفل آخر بعد زواجه من أخرى. فقالت: ابني صار عنده أخ، وكشفت أن علاقتها جيدة بأسرته كون زوجته صديقتها أيضا. ومشاركات الفنانة كاريس بشار الأولى كانت ضد رغبة والدها محمد دي بشار، لكنها استطاعت بعد ذلك أن تأخذ موافقته لتحترف التمثيل وتصبح واحدة من نجمات الصف الأول في سوريا. وتتألق الفنانة كاريس بشار في أعمال عدة مثل ليالي الصالحية وأهل الراية وعلى حافة الهاوية وغدا نلتقي وغيرها من الأعمال الفنية. ولدت الفنانة السورية كاريس بشار في شباط فبراير عام 76 في العاصمة السورية دمشق لاب كردي يدعى محمد دي بشار، ودرست حتى الصف التاسع واكتفت من التعليم بالشهادة الإعدادية فقط. والتحقت بفرق الزنوبيا للفنون الشعبية ل3 سنوات، وعرض عليها الفنان القدير دريد لحام المشاركة في مسرحيتيه صانع المطر والعصفورة السعيدة، وكانت تبلغ من العمر 16 عاما.
وكان أول ظهور لها على الشاشة دون موافقة والدها، حيث شاركت في مسلسل أعلام العرب عام 92، وبعد أن استطاعت التغلب على رفض والدها احترافها التمثيل. وشاركت في أدوار ثانوية كضيف الشرف في عدد من المسلسلات، ومنها يوم بيوم عام 95، وياسين تورز عام 96. وفي عام 98 شاركت بظهور ملفت في المسلسل الشامي حمام القيشاني بجزءه الثالث، حيث أدت دور سهى الطباع، كما ظهرت بمسلسل الطير، وبعدها مدت دور سلوى بمسلسل ثلوج الصيف، كما شاركت بمسلسل نساء صغيرات. وشهد عام 2004 نقلة نوعية في مسيرة الفنانة كاريس بشار، حيث شاركت في مسلسل ليالي الصالحية رفقة عدد النجوم منهم عباس النوري وبسام كوسا، حيث جسدت دور سعدية زوجة المعلم عمر بطريقة مميزة. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.